أما بعد، في البداية أهنئكم جميعا بقدوم هذا الشهر الكريم المبارك الذي هو شهر المغفرة والرحمة والرضوان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. وهذا الشهر الكريم له فضائل كثيرة ومتعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول يوم ليلة من رمضان صفدت الشياطين أو مرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان ولم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. ولله في كل يوم عتقاء من النار. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وهذا الشهر أيها الإخوة الكرام هو شهر الطاعات والمبرات والعبادات والقربات من الله عز وجل، من صيام وصدقة وإحسان للفقراء واليتامى. هل قلنا الدكتور أن أبواب الخير كثيرة جدا، ومنها هذا الناس اللي مرض بالسكر، يعني ينبغي مساعدتهم والإحسان إليهم وتقديم مساعدة لهم، لأن هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخار سرور على مسلم. أفضل الأعمال أكثر من الصيام والصدقة وكذا هو أن تدخل السرور على مسلم وأن تقضي حاجته، وهذا من قضاء الحاجات. فالصيام أيها الأحباب هو مدرسة لتقوى الله عز وجل والتعود على مراقبته سبحانه وتعالى في السراء والضراء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من هذا الصيام هو التقوى، تقوى الله عز وجل، أن نراقب الله سبحانه وتعالى في سرنا وعلانيتنا، يعني تكون السر ديالنا والعلانية شيء واحد. وهي درجات الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حال واحد كيكون مزيان مع الناس وكذا وإلى آخره، ولكن لما يختلي بوحده كيعمل مصائب العظمى، فهذا يعني ينبغي أن يراجع نفسه. وليس الصيام بحال كيف يفهمه كثير من الناس هو ترك الطعام والشراب والجماع فحسب، بل إن الصيام أكثر من ذلك: تطويع النفس الأمارة بالسوء، والصيام يقوي العبد على نفسه وشهواته، والمعدة، حنا كنظروا كلنا على حول هذا المفهوم، المعدة إذا امتلأت نامت، إذا تعمرت نامت، كيعجب النوم، نامت الفكرة أيضا وخرصت الحكمة، كتبقاش الحكمة، وقعدت الأعضاء العبادة، كيوقع التكاسل، مثلا كان شبعان بزاف تتراوح ما عملش، إذا مشى الكش ديالو عمرة اش من تراوح، ما كاين تراوح، غيبقى يتفواه ويبقى كذا وبالو مع خصو ينعس، فوقاش يقاضي الإيمان. إذا هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي تجنبها. والكلام والصيام عفوا عون على الكلام الطيب واجتناب الموبقات كشهادة الزور والغيبة والنميمة. حال واحد صايم هو راه ماشي صايم، وخا يكون يقول لك أنا غنصوم وأنا كذا وأنا وكذا، ولكن مع ذلك ماشي صايم. علاش؟ لأنه يغتاب الناس، كيحلوا له التحدث في كلام في عرض الناس، وهذه فلان عمل وهذه فلان عملت وهذه كذا وهذه كذا، راه ما عنده صيام. يعني من الناحية الشرعية لا صيام له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما يحسش شيء يذوق راسه،
إلا كيشهد بالزور أو الغيبة أو النميمة راه ما عنده صيام. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت، الصيام الحقيقي، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولكل جوارح خصها الصمت هي، وليكن عليك سكينة ووقار، وألا تؤذي جيرانك. حال واحد كيأذي الجيران ديالو في شهر رمضان، شحال الخصومات كتوقع، شحال واحد كيبقى يدابز في رمضان. شوفوا الأسواق كيفاش كتكون في رمضان، راه مصيبة كارثة، كارثة نعيشها جميعا كل عام. حال واحد يعني في رمضان عاد كيبقى يجبد الناس ويدابز معاهم وكذا إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صام أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، ما يبقاش يعلي الصوت ديالو كذا إلى آخره، ما يسبش الناس. وإن سابه أحد أو قاتله، شنو الدواء؟ فليقول إني صائم، قل جود مرة، فليقول إني صائم، إني صائم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه من الفضائل لرمضان المبارك، يشفع الصيام ويشفع القرآن في العبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. رمضان كيطلب الله سبحانه وتعالى يشفعوا في هاد الناس اللي صاموا اللي قرأوا القرآن. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. ومن فضائل هذا الشهر الكريم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصائمين يكرمهم الله عز وجل بغرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لمن هم يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام. السلام عليكم اللي كنعكزوا عليها، الجار ديالو ما كيقولوش حتى السلام عليكم. حنا كنعملوا واحد المثل اللي هو خاطئ: سلم على صاحبك ولا على خاك تخصها خبزة. هذا كلام خاطئ، هذه خطيرة الشيء هذا. بالعكس خصك تسلم، لأن الرسول كيقولنا: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تبغى تدخل الجنة اعمل أشياء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا دائما، وأكثر، وكان يعني أجود ما يكون في رمضان، كان كيتصدق عليه الصلاة والسلام كيرحم وكذا دائما، ولكن في رمضان أكثر، كان أجود ما يكون في رمضان. وهذا الشهر أيضا هو شهر الدعاء، ما تنسوش تدعوا مع وليداتكم ومع الجيران ديالكم وعلى الأحباب ديالكم، مع الدكتور هو دعوا معه حتى هو، لأن أعطانا نصائح غالية وثمينة، ودعوا مع الأمة كلها، لأن الدعاء يكون مستجاب في هذا الشهر المبارك. وتعلمون جميعا أن الإسلام الدين ديالنا دعانا إلى حفظ الضرورات الخمس، لأنها قوام الحياة وسعادة الإنسان وعمارة الأرض وضمان الاستمرار على وجهها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. شنو هي الضرورات؟ هذه الضرورات هي حفظ النفس، اللي كندورو حول هذا الحديث كامل كيدور حول حفظ النفس، وحفظ العقل باش ما يمشيش العقل ديالنا، وحفظ العرض وشرف، وحفظ الدين، وحفظ المال. هذه الضرورات الخمس اللي كيقوم عليها الدين الإسلامي كامل. نعودوها: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ الدين، وحفظ المال. إذن ينبغي الإنسان يحرص على الحفاظ على هذه الضرورات الخمس. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا اللي يقضي أيام أخرى، يعني من يتقاضى رمضان ويشافي الله تعالى يقضي ما 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 أفطر فيه في خلال الشهر. ولكن هذا إذا كان المرض ديالو يرجى برؤه، يعني هذا المريض غادي يبرأ. أما إذا كان مرضا مزمنا ف يعني مع الاستشارة مع الطبيب، إلا قال له ما تصومش خصو ما يصومش، إلا قال الطبيب ما تصومش ما تصومش، إلا قال لك صوم صوم بشروط معينة. لكن إذا قال الدكتور أنت ما خصكش تصوم وصمتي
فلا تلومن إلا نفسك، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا رقت النفس، ركت كسر راسك، ولا قتلتي راسك غدا يوم القيامة ستحاسب على ذلك، غادي يحاسبك الله لأن قتلت نفسا بغير حق. طيب كيقول لك ما صومش وانت لا غنصوم، ولا باقي خمسة دقائق بحال اللي قالنا الدكتور، وانت تقول لا، وانت كتموت كتقول لا انا خصني نموت صايم، اش تخربيق هذا، غتموت صايم، راه كتموت الله يحفظ خارج عن الدين. لماذا؟ لأنك عصيت الله ورسوله، عصيت الله سبحانه وتعالى وعصيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدين الإسلامي ديالنا مبني على اليسر، ما مبنيش على العسر. والذي شرع الصيام، اللي شرع الصيام هو الذي شرع الرخص. هذا الله سبحانه وتعالى اللي أمرنا بالصيام واللي أعطانا الرخص، نطيعوه في الصيام وما نطيعوش في الرخص. المسافر لو أن يقصر في الصلاة، عندنا الظهر 4 ركعات يقول لك صلي 2 جسد، صليش 4 أنت مسافر، أو لجمع الظهر من العصر 2 المغرب مع العشاء جمعهم، صلي المغرب 3 والعشاء 2، وهكذا. إذا كنت مسافر خصك تفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت مخير، إذا سافرتي وشتي مشقة السفر وتعبتي فطار، إلا شتي راسك مزيان موقيت ما كيوقع والو كمل الصيام ديالك، ولكن ماشي تخرج أمام الناس وتفطر. شحال واحد يخرج ويقول لك أنا مسافر كيجلس في قهوة ويشرب قهوة، لا لا هذا ماشي أخلاق، هذه ماشي أخلاق إسلامية. سير لدارك وفطار مع راسك، كاين حتى مشكل. ويدخل في هذا الباب ديال المرض، الموضوع ديالنا الآن هو الناس اللي مرض، عفانا والله وإياكم بمرض السكري. هؤلاء لا بد أن يستشيروا مع الطبيب قبل ما يعمل شي حاجة، استشر مع الطبيب كما قلنا. لا قالوا الطبيب صوم وراقب راسك، ولا قالوا الطبيب افطار خصو يفطر، ولا ما عمل شي باش هذا وما عمل شي كلام الله سبحانه وتعالى بكلام الرسول، فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام كما قلنا هو دين اليسر وليس دين العسر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. اللي مثلا عنده مشقة في الصيام الله أعطانا الحل، شنو هو؟ في طعام مساكين، وفي رواية فدية طعام مسكين، يعني على كل يوم كطعام واحد المسكين 10 دراهم ولا 15 درهم، كشري لك كتب الله وتعطي له طعام، ماشي فلوس، شري شي حاجه ديال الطعام بوكاديو مثلا واعطي له، انت طعمتي مسكين، انت خرجتي من الخلاف واطعت الله واطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصيام كما يقول عليه الصلاه والسلام جنه، معنى جنه وقايه، راه وقايه من الامراض. المعده العام كامل وياك الطحان العام كامل، فهذاك الشهر الله سبحانه وتعالى عطانا الرخصة باش المعدة كترتاح شوية، كيوقع واحد النوع ديال الراحة بالنسبة للمعدة، ولكن ماشي بحال اللي كيعملوا كثير من الناس، نهار كامل صايم وفي الفطور كيفدي الفطور والغداء والعشاء وجبة واحدة، راه مصيبة. الحريرة الشباكية التمر الكرموس، إلى ظهرت كرموس خضرة الكرموس خضرة حتى هي وكذا، والخبز فين ماشي يا أخي فين ماشي؟ راه كتهلك راسك، كتعمر المعدة. والرسول صلى الله عليه وسلم قلنا المعدة بيت الداء، المعدة كل شيء يجي من المعدة، إذا كانت الأمراض في المعدة راه مصيبة، كيبقى يحرق الراس والدوخة والشقيقة إلى غير ذلك. أنا قلت لكم تتراوح ما تصلي واجب، ولذلك الإنسان الاعتدال مزيان، يعني كيقول عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نأكل حتى نشبع، كان كلش تاع الشبع مرة، لا خليش شوية، إذا كان لابد فالثلث لطعامك والثلث لشرابك والثلث لنفسك، خلي ما تنفس. حلق شي واحد قال ذاك ياكل كياكل كياكل، قال وزيد البنانة
قال له كوزبرت منين نزيدها غير انا يعني بعملناها. قال له مشكله يعني غيبقى ياكل حتى ما يفكرش حتى براسو. ولذلك ايها الاخوه الكرام لا بد من الاعتدال، لان دين الاسلام هو دين الوسط، دين الوسطيه في كل شيء، في الماكل، في المشرب، في الملبس. الوسط خير الامور اوسطها، حنا كنعرفوا هادشي كامل. فالصلاة والصيام كما تعلمون ركن من أركان الإسلام. الله فرض علينا الصلاة، فرض علينا الصيام، ياك؟ إذا شحال واحد كيصوم وما يصليش؟ هكا لي تدبير، صايم ولكن لا يصلي، وكيقول أنا صايم ما قدرتش ما نصومش، إيوا الصلاة فين عملتيها؟ وأول ما يحاسب على العبد يوم القيامة الصلاة، ما كيصحاش فيها الصيام، الصلاة هي الأولى. إذا صلحت صلاح سائر العمل، وإذا فسدت مشى العمل كامل. خصك تتقبل منك الصلاة، إذا كانت مقبولة عاد نناقشوا المسائل الأخرى، ولكن إذا ما كانتش مقبولة فالعمل الآخر مشى. بحال الديوانة مثلا، إذا ما كانتش الديوانة، إذا ما عندكش الفيزا، ها؟ ما تدوشي، عاد نشوفوا الباكاج، نشوفوا الفيزا هي الأولى. وكذلك وإلا المثل على الصيام هو أول شيء نحاسب عليه، عفوا الصلاة. أول شيء يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، ثم الصيام والحج وكذا إلى غير ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه، آمن ما عندوش مشاكل، ما كيتعصبش مع الزوجة ولا مع كذا ولا، آمن في سربه يعني كنقولوا حنايا ما عندوش المشاكل في الدار ديالو، معافى في بدنه، البدن ديالو مزيان ما عندوش المشاكل، ما عندوش الامراض، ما عندوش كذا. من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، هذا الدنيا كلها عنده، العكس اللي كنصوروا حنايا خصو ضروري يكون عنده كذا والمؤونه ديال العام كامل ولا كذا ولا مشكله. ان مصالح الصوم لما كانت مشهوده بالعقول والفطر السليمة شرعه الله لعباده رحمة بهم، فالصيام هو رحمة، ما نعتبرش أن هذا الصيام هو عقاب، هذا الصيام رحمة للإنسان وإحسانا إليهم وجنة لهم، كما قلنا الصيام جنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم جعل الطعام للشيخ الكبير، إذا كان الإنسان شيخ كبير ما يقدرش يصوم خصو يفطر ويفدي عن كل يومين، يعني يصدق عن كل يوم مسكينا. والمرأة إذا لم يطيق الصيام كذلك فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر، المريض والمسافر هناك يدخل مرض السكر وجميع الأمراض، إذا كانت تؤدي واحد المشاكل لصاحبها فعليه أن يفطر ويقضي. والحامل المرضع، راه قال لنا الدكتور قبيل الحامل المرضع اللي حامل وكترضع، اللي حامل طبعا اللي هي امرأة حامل ولا كترضع، هذه أيضا رخص لها الشارع والحكيم في الإفطار. وزاد بعض الفقهاء مع القضاء إطعام مسكين، يعني إذا كان هذا المرض كما قلنا مثلا هذه حامل وضعت دات واحد المده وارتاحت كذا، هذه خصها تقضي اللي عليها. أما إذا كان المرض مزمن فهذا يكفي فيه الإطعام عن كل يوم مسكينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى وضع على المسافر شطر الصيام والمرضع الصوم أو الصيام، هذا الحديث سنده قوي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاولوا جميعا نحاولوا نحققوا التقوى، إذا حققنا التقوى بعدنا على الغيبة والنميمة والغش والكلام في الخاوي وكذا وكذا، فإننا حققنا الشيء الكثير من الصيام. وكذلك هذا الصيام هو فرصة للمدخن، علاش المدخن كيبقى النهار كامل
هو صايم ما كيدخنش، ملي كيجي الافطار كيبدا بالقر. هذا عيب، عيب. علاش انت النهار كامل انت صايم وكمل، ولا امتنعتي صبرتي يعني مثلا شهر كامل على عدم التدخين، فبامكانك تشكي على العزيمه. اذا كانت عندك العزيمه شحال وقت دار معك يقول والله يهدينا، ايوا خصك تعمل الاسباب. الله يهدينا بوحده ما غير كافيه، لا بد ان تعمل بالاسباب. انت كتقول وانا كذا وانا مشاكل، واش القر غيزول لك المشاكل؟ غيزيدك المشاكل. وخاصه هذا الكلام كنوجهو للشباب. وقال عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني الايمان ما يمكنش الانسان يكون مؤمن حتى يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول، حتى يكون هواه، الهوى ديالو، القلة ديالو تبعا لما جئت به. ولذلك واحد ثلاثه ديال الناس جاوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كيسولوا على العباده ديالو، كيفاش النيه وكيفاش كذا. قيل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفعل كذا وكذا، وديك بحال اللي جاتهم داك الشيء بالنسبه لهم والو، بغاو يزيدوا، هما بغاو يزيدوا على داك الشيء. فقال احدهم: اني اصوم ولا افطر، انا غنصوم ما افطرش مره نهائيا. وقال احدهم: اني لا اتزوج النساء. وقال احدهم: اني لا ارقد، غنبقى دائما فايق، ما نعش السجود والركوع والتلاوه والقران الى اخر ذلك. فالرسول عليه الصلاه والسلام ساق الخبر، فجمع الناس وخطب فيهم وقال: سمعت بان اقواما يقولون كذا وكذا وكذا، اني لاخشاكم لله عز وجل، واعبدكم لله، واني اصوم وافطر، واني اتزوج النساء، واني يعني كيبقى فايق وارقد، ومن رغب عن سنتي فليس مني. صافي، اللي بعد على السنه راه ماشي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي من هذه الامه. ولذلك ايها الاخوه الكرام، اقول واكرر ما قاله الدكتور: لا بد من استشاره الطبيب. الا قال لك الطبيب ما تصومش، ما تصومش. بالنسبه للسفر، اذا كان الانسان مسافر ولو في الطائره، انت ماشي في الطائره تأدي العمره مثلا، او الحج، عفوا العمره، ماشي تأدي العمره وانت مزيان مريح في الطائره، لك ان تفطر. هذه رخصه عطاها لك الله، والرخصه هي هديه من الله ينبغي ان نقبلها. شكون هذا اللي ما يقبلش الهديه من الله؟ هي هديه من الله ينبغي ان تقبلها، ولك الاجر اكثر. دابا اللي كان مسافر وصلى جوج ركعات، راه العلماء كيقولوا عنده الاجر ديال جوج ركعات اكثر من اربعه ركعات. اذا دار جوج ركعات عنده الاجر اكثر من اللي عمل اربعه ركعات. هو كيقول له: لا نعمل اربعه ركعات، علاش انا نعمل جوج؟ بقى يتغنم مع من غتغنم؟ مع راسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: اعمل جوج ركعات، اعمل جوج ركعات. صافي، قل سمعنا واطعنا. بحال سمعت شي وحده كتقول القصر، ماشي القصر ما وقع لك شي مشقه، ما الشقه ما كايناش، كمل الصيام ديالك. نعم، شوف الفقهاء ما حدوش المسافه فوقاش، المسافه ديال تقصير الصلاه. كيقولوا بعض الفقهاء، بعض العلماء كيقولوا خصها تفوت 70 كيلومتر. إذا خدينا القياس الصلاة مع الصيام نقولوا 70 كيلومتر، ولكن مع يعني الإنسان، شوف اللي كنشوف أنا الله أعلم الرأي ديالي، الإنسان لا مش عارشي بالمشقة، فلا داعي أن يفطر. لا شتي راسك مشقة عيتي ولا فيك الدوخة ولا كذا، شرب الماء وافطر، عندك الصلاحية. حنا قلنا حنا يعني الإنسان اللي كان ماشي 6 ساعات ديال السفر في الطائرة له الحق في أن يفطر. هذه الرخصة أعطاها الله سبحانه وتعالى. ففي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى، نكمل نعم، اللي عنده شي سؤال تفضل. تفضل. قلتي الفدية مادية ما نعطيوهاش مادية. نعم. خرجوها طعام. نعم، أفضل. ماشي لما نعطي الطعام. موجودين، عطا الله الخير.
وجودي الا ما لقيتش. ما كنظنش شي واحد ما يلقاش شي مسكين اللي ما يعطيش طعم. يعني المساكن موجودين. حتى لا حرفت لك مره بحال اللي قال الاخ ديال الجمعيه. كاينه جمعيه الايتام، كاين جمعيه ديال كذا، كاين جمعيات كثيره. ما نخرجوهاش ماديه. من الاحسن. حتى ماديه جائزه، ولكن من الاحسن تكون طعام. علاش؟ لان تعطيه مثلا الفلوس يقدر يمشي يدخن بهم، يقدر يمشي يدير شي مصيبه، فهمتي؟ انت ما تعرفهاش، ولكن من الاحسن شري الماكله واعطيها. شي واحد البوكا ديال 10 درهم ولا 15 واعطيهم. يكون هذا افضل. شكون اللي عنده السؤال اخر؟ نعم. تقريبا نفس السؤال. وكان عقل العام اللي فات كان معنا الاستاذ كان قال لا اذا كان الانسان مثلا غادي يفطر رمضان كامل من الاحسن يجمعها كامله ويعطيها لشي حد كيعرفو ما عندوش. نعم هذا افضل. نعم هذا يجوز. يعني يمكن مثلا يقدمها 30 يوم، يعني 30 يعني 30 يوم مثلا في رمضان، ويجمع ديك الشيء ويعطي لواحد المقربين مثلا، ولا شي واحد يعني يشوفها بصحة اللي كيعرفو ما عندوش يعطيه. جائز، هذا جائز. هذه فتوى يعني جائزة. نعم. شكون عنده سؤال آخر؟ تفضل. ثم البلد ديك الساعه. نعم نعم جايز. بنتو ولكن ماشي مع خرجه وبنتو يعني واجب عليها النفقه. واجب عليها النفقه اذا كانت فقيره تنفق عليها. ما لا ما يدو لا تنفق عليها. نعم نعم بحال بحال. يعني إذا كانت عندك الأخت ديالك فقيرة وجينا بالنسبة لي لك أنت يمكن تعطيها. خليكم عارف شبيه. نعم شكون اللي باقي له شي سؤال؟ واش ممكن تصور هنا واش ديما كيصومش واش ممكن يصوم التراويح؟ واش يمكن؟ شي قال لي واش ممكن؟ ممكن ممكن يصلي التراويح. واش حيت ما صايمش ما عندوش؟ لا يصلي التراويح، يصلي التراويح. وإلا قولوا اللي ما كيصومش ما يصليش. ما يمكنش. يصلي التراويح. يعني واخا ما كيصوم شي يمشي المسجد مع المسلمين ويصلي التراويح. الله كيعطيه الاجر ديال التراويح. ونقول لكم قضيه، قضيه اساسيه مهمه، سمعوا الله يرضى عليكم. الانسان يكون مؤكد، حنا سمعنا من العلماء، يكون مؤكد على ان الانسان اذا كان صحيح وكيصوم وكيصلي وكيعبد الله ومشى ادى الفريضه وكيعمل جهده كامل ومرض وقال له ما تصومش، الله كيعطيه الاجر ديال الصيام، راه بحال اللي صايم. نعم هذه كلهم مؤكدين ان الله سبحانه وتعالى كيثيبه، كيعطيه الاجر ديال ملي كان صحيح، ملي كان عنده 16 ولا 18 ولا 20 عام وكيصوم، فالله كيعطيه الثواب، لان الله حكيم، الله سبحانه وتعالى ما كيضيعناش. فاش تقول انا مريض ما كنصومش وصافي، لا راه كيعطيك الثواب، الثواب. وتصوروا معايا على ان ثلاثة ديال الاصدقاء، ثلاثة ديال الاصدقاء، واحد مات، جوج ماتوا في جهة، واحد بقى موراهم سنة، شي واحد شافوه في المنام، شاف ان اللي مات في الفراش ديالو ما مات لا في جهة لا والو، الله سبحانه وتعالى يعني دخلوا الجنة قبل نهارو، قبل ديك الجوج. هذاك اللي شاف الرؤيا مشى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أيوة يا رسول الله هاني شفت وهاني شفت وهاني شفت، جمع الصحابة، قال علاش كتستغربوا؟ علاش كتستغربوا؟ هذاك مات في الجهة، نعم، ولكن هذا شحال بقى موراه؟ قالوا له بقى موراه سنة، وسنة شحال فيها الصيام؟ ياه شهر، شحال النوافل، شحال الصلوات، شحال الصدقات، وبقى كيعدلهم عليه الصلاة والسلام.